هلا يا جايز، اليوم راح نلعب لعبه طبخ اسمها تطبخ الا بايد واحده، ولازم اتعاون مع الشباب. طبعا يا جماعه لا تنسوا تشتركوا لانه نسبه كبيره منكم مش مشتركين. ويلا نبدا. هاي جايز. يو هاي هاي. ففكره اللعبه هاي انه لازم تطبخ بايد واحده ولازم نتعاون، يعني ايدك اللي ايدك الثانيه هو صديقك يا حبيبي. يعني صديقي هو ايدي الثانيه. طب اسمع، شو نختار؟ في برجر وفي هوت دوغ وفي بيتزا وفي دجاج مقلي وفي مكسيكان فود. لا لا، انا معي حساسيه من الحراره فخلينا برجر احسن. برجر برجر، انا برضو عندي حساسيه. برجر. يلا نبدا. ريدي. ايه استنى شوي، ليه انا اسمر؟ ايه انا ليش كثير اشقراني؟ اه ليش معي 120 دولار؟ طب ايش ايش لازم ايش اعمل طيب؟ شو نعمل طيب؟ اه هاي مسكت سكينه. اهدى نزل السكينه مهدي. ارجع ارجع ولا نزل السكينه مهدي. ارجع ولا خد كف خد كف خد كف. فقعت الكف. طيب هاي الخبز يا جماعه، هاي الخبز هون، تناول خبز. ايه حطها. مين اخذ الخبز مني؟ انت وقعتها يا زلمه. حط الجبنه. اوف كيف تقطعت الجبنه يا احمد، ابعد عني يا زلمه. شو لازم نعمل؟ ايه في فار في فار في فار في فار. هاي احمد، شو اخبارك؟ كيفك فايز؟ الفار عم ياخذ الخبزه. ايه ولا فار ولا انت شايف انه ايدي على وجهك وبلطش فيك. ايه ايه مسكت الفار. احمد احنا قاعدين، احنا في لحظه، احنا عندنا لحظه رومانسيه انا وفايز. لحظه طب خذوا خلوا الفار جنبكم. ايه ايه واو شو هاد؟ صار في زباين، طلع في زباين. شو عمل بالفار؟ فيش انحرق، فيش انحرق على الفرن، في برجر على النار. اه ايدي انحرقت. شنو البرجر انحرقت يا نعان؟ انا اسبك. شو انا قاعد بصبر الزباين. اه يا اه هذا شغل اللي ما بيشتغل. ما عليك ما تخاف، ما عليك ما عليك، لا تخاف ما عليك، كل شيء بينحرق قاعد. ما تخاف ما تخاف، هاي الاكل جاي، هاي الاكل جاي، لا تخاف لا تخاف. اه طلع طلع، كل واحد بيطلب اشي. لا تخاف احمد، بطل تصبر الزباين واطبخ. طيب اتواضح لانتو انو ما بتعرف تطبخوا، بدكم شيف فوقكم. تعال تعال. انحرق انحرق. اه كيف نطفيه؟ وين؟ ايوه. لا تخافوا شباب لا تخافوا. حريقة. ولك اشتغل ولك. خلص خلص، طفت 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 طفت، خلص ما طفت. وقف جبا، طفي الفرن. كيف بتطفى هاد؟ مش عارف. هاي 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 سبب الحريق، سبب الحريق هي. ولك كل الفيران على فكرة بياخدوا الأكل على الأرض. أنا قاعد بطفي الزباين لأنهم كتير زباين النار. أحمد أحمد. آه تعال شوف، في هون كتاب، من هون بناخذ الوصفات والكاستمرز في عندهم اوردرز. طيب. اوكي سو طيب في الفكره. اه لازم هسه شوي شوي. طيب يا جماعه، عندنا اول شيء بدنا خبز. الخبز لازم نحطه في النار اوكي عشان ينشوي الخبز. طيب بعدين استنى اشوف الكتاب، استنى نشوي الخبز. ما هو حسب اصلا هم ايش طالبين. خلينا نشوف شو في واحد طالب البرجر العادي، خلينا نعمل برجر عادي. هيو ها هاي طلع صوت جرس، طلع سقيف صار اصفر. بس هسه قلب ال قلب اللحمه قلب اللحمه. اي اي استنى، مش عارف امسك اللحمه، اللحمه بتحرقني. اه اقطع اقطع الخبزه. ابعد يا زلمه ابعد، انا ما عمل فيها قاعد. ما انا وينها وينها حطها فوق ارضيتها. ها شو بتعمل احمد؟ ورفلت السق احمد. شو بتعمل؟ جبت صحن جبت صحن جبت صحن طيرت هاي الزباين. لا 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 فار فار اخذ فار اخذ خبزه. ايه الخبز ايه يا عمي، ليه في فار في المطبخ؟ طار كل شيء. احنا مش عارفين نعمل برجره واحده. لا تحطوا شيء على الارض يا جماعه عشان الفار الكلب ابن الكلب ما ياخذه. استنى شوي هيك. اوه ماي جاد يا اخوان يا اخوان. يلا يا فايز. اه نو نو نو. هاي عملت برجر فاشل انا. ايه اوت اوف تايم خسرنا. استنى شوي، كم نقطه جبنا؟ صفر. كم برجر عملنا؟ صفر. 1 بوينت تراش ثرون اوت. تراش ثرون اوت. في واحد رمى زباله يسدينه. انا يا جماعه يا جماعه ركزوا ركزوا ركزوا، هاي تجربه تجربه. كل واحد لازم يمسك ستيشن معين. بالضبط، هذا كلام ما بزبط. انا بمسك الخبز، انا برجر، انا بمسك الطلبيات. ابو الروب انت حضر. يا سلام، انتوا اعطيتوا اصعب شيء لاحمد. حضر شو؟
كل شيء حضر. بعد ما يطبخه انت بتحضر. اوكي سهله سهله. يلا ريدي ليتس جو. لازم نكسب 125 دولار عشان نفوز. انا هسه بجيب الزباين. طيب يا جماعه هي المطبخ مرتب. ها يا جماعه شوف انا حقطع غطط الهاد. خد ورده اخوي. يا اخوان بدي البرجر ابو ال 25 دولار اربعه منه لو سمحتوا. احنا عارفين نعمل وحده. اسكت. شو مكوناته؟ خبزتين ولحمه وجبنه بس. لا وفي تنتين بيكن. هيني عم بجهز في اللحمه. ابو الرب بلعب مع فيرون قاعد. زلمه بحاول اقتله يا زلمه. بحاول اقتل ابوه يا زلمه. هاي البرجرات هون يا اخوان. هيني بسوي في البرجر. اوكي قاعد بقطع. يا اخوان انا اعطيتهم كل الورده اللي بالمحل عشان يصبروا علينا. بدي صحن. وين الصحون؟ هات صحن. ايه هاي الحركه. يلا يا اخوان. ولا كنت كفش الخبز على الارض. بسرعه. خبزه لحمه وتنتين بيكن. هاي خبزه هاي لحمه. طب صعب. واحده جبنه. بدي اسكر الخبزه بس ما زبطت. تفضل. هاي اكلها. ولك وسخ الصحن. لازم نغسل شكله. جلي شو جاي انا جلاي عندكم اخوان؟ وين احمد؟ احمد ليه مو مبين؟ ما عليكم يا جماعه. اسمع هيك قاعد تسوي برجر نار. استنى شوي. هاي جلت لكم الصحن يا اخوان. تفضلوا. يس قعدت صح. استنى. ها هات خبزه. هاي سويت برجر. ها شو اسوي؟ خذ حبيب. ها اسمع طلع لي. This is not what I order. شو يعني؟ ما انت لازم تحط له تنتين بيكن. حطت واحدة بيكن انا. بده كمان واحدة. اسمع فينا نطلب اكل. لا هيا. اسمع انا حاطي واحد منهم صحن جبنة. احمد ليش بتعطيه صحن جبنة؟ خلاص يا زلمة خلاص. وين شو لك مجنون يا زلمة؟ يمشي اموره. فاهم انت؟ فاهم علي؟ يمشي اموره. اذا خلصت البضاعه من وين نجيب بضاعه؟ من هون في كمبيوتر. شو بدكم هسه؟ بطلب لكم انا. اطلب خبز. هاي طلبت لكم كل شيء. اخوان الناس ليه بتيجي على المحل؟ ما المحل فاشل. ولا فايز. لا تحكي زيك فايز. استحى وجهك يا هاي. قبل شوي اعطيته تنتين جبنه. بدنا لحمه. يا زفت الطين. سكر المي. هاي اجت طلبيه. ضاعه بضاعه 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 بضاعه. تفضل اخوي. شوفوا والله منغنخكم انا. خد يا اخوانا. بحط لكم الاغراض بالثلاجه. انتوا خذوا من الثلاجه. مين بده تشيز برجر؟ بدنا تشيز برجر مع تو بيكن. اربعه يا جماعه. هاي جبت لحمه. بدنا بيكن. هسه بجيب. هاي بيكن جاي على الطريق. بدي لحمه. مين المسؤول عن اللحمه؟ في بوكس لحمه زفت وجهك. هيني عم بطبخ لحمه انا. بدي تشيز. وين التشيز؟ هاي لحمة. وخبتي جبنة. هاي برجر. أحلى برجر للشباب. برجر. ليتس جو. غلط الأوردر. روح يا كبير. ابلع. أحمد أعطاهم برجر يا زلمة. مش نعن. والله ابعد عن سندويشتي. إيش بتسوي؟ أبشو علي يا زفت الطين. أبشو علي. وهيك صار عنا برجر نار. الله. أحمد عم بتحط على الأوردر تبعهم ولا راندوم؟ الأوردر بالضبط زي ما هو. متأكد؟ يا خيو خد معلم. ها أوبس. تفضل. وال طلع الفيران قاعد بياكلوا كل إشي. طيب كيف أقتل هذا؟ اسمع أنا حشوي الفار. أوكي تعال. شويت الفار يا جماعة. أحمد اشوي برجر. إخوان ما في بيكن. ما في جبن. نعم. أي بيكن. هات. ها هاي احس بدي اشتبك. ها اسمع هاي خلص طلبيه. هسه بعطوا فلوس. طلعوا. لا شباب وقفوا شباب. جايز ما عليكم والله العظيم. يا الله خلص اخوي عادي. طول بالك. فوت. الله يخسرنا زباين مهمين يا عمي. وهاي احلى برجر لاحلى شباب. بس ايش سيلف سيرفيس يعني؟ ترى تسكت تفتح الخبزه. يا جماعه والله قاعدين مسفح ترى. ليتس جو كومبليتد. فزنا يا اخوان. حسيت انه احنا شوي. لا يا زلمه الحق يقال. بصراحه انا في جد فخور باللعب معكم. والله وانا كمان يا اخوي. حبيبنا والله. حبيبي والله. طب شو نطبخ هسه ولا نفس الشيء؟ انا بقول بيتزا. خلص بيتزا. اوكي. بيتزا غالبا سهله صح؟ 100% سهله. يلا نطبخ بيتزا يا جماعه. لازم نبدع في كل نوع من الاطباق. ليتس جو
يلا جمع 525 دولار يا حبيبي، تغير كل إشي. يلا يلا شباب، تعاون قوة بتفرق ضعف. هنحضر هنحضر الهاد. هاي عجينة، هاي عجينة، هاي عجينة بيتزا بدك تحط عليها صوص. في بيتزا موزاريلا بس بتحط عليها عجين صوص وموزاريلا تشيز. ها طلع طلع، عملت طلع شو عملت، طلعوا. بدنا بيتزا بروسكويتو. اوكي اوكي، بيتزا صوص بيك. وين الصوص؟ طيب هاي الصوص، هاي الصوص. يمكن لازم تنفتح، لازم تنفتح. هاي من هون، هاي فتحتها فتحتها، فتحت الصوص فتحت الصوص. هذا امسك. يا الله كيف مش قادر اخذ. ابو الربع انت ليه واقف فوق؟ كيف نفتح الصوص؟ اخذت صوص، اخذت صوص تحطه على العجينه. لا ولك وقعت نص الصوص يا ابو شايله يا حمار. استنى حد يحط صوص على ايدي. قصدي على هاي. هاي خد خد. ايوه ايوه ايوه، برافو برافو. ابعد عني يا ابو الرب يا سيف. لا وين راحت وين راحت؟ هي على الارض يا اخوان. هذا الفار كثير كبير، هي عرسه. العب هون العب. ها يا جماعه تفرج على الفار، فرج سلوا فيه. ايوه شش، ابعد ابعد يا اخوان. دخلت على الفرن. عادي اخليها بالخشبه جوا الفرن يا عمي. ممكن تعطيني بس لحظه، ممكن تعطيني لحظه بس. هاي رميتها جوا، كبيت الصوص على الارض، كبيت كل الصوص على الارض. بروح اشتري لكم صوص. اطلب لنا اطلب لنا. انحرقت انحرقت في بير زاد حق. انحرقت يا ابو الرب يا زلمه. استنى شو ابعد ابعد. هاي احلى بيتزا. ها مش راضي ياكلها، مش راضي ياكلها. اضرب اضرب على وجهه، اضرب اضرب. كل يا حبيبي، كل كل كل. شو هذا اللي اعطيته اياها ولك؟ ايش؟ هاي محروقة. عادي عم هم ياكلوا بس استنى. ولك انت مشترك فيها بيتزا يا زلمة. شو ها طلع؟ حط على الصحن. هم مش راضي ياكلها عشان، هم مش راضي ياكلها عشان مو بصحن. لا 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 ولا لا مهدي يا الله. نعم خد. ها هاي صحن. اوه كمان خسرنا. والله والله كثير صعبة والله. مش صعب، انتوا عشوائيين يا زلمة. غريب غريب. اسمعوا بدنا نركز، بدنا نركز اكثر. مع انه التيم ورك تبعنا بيرفكت يا زلمة غريب. استنى شوي، اسم اللعبة مش المفروض ايدك صاحبك؟ لازم تعاون يا شيخ. هو هذا المفروض يعني. يا شيخ شو انك يا زلمة قطع الطاير. والله يا زلمة سريع البديهة. اسمعوا اسمعوا اسمعوا، استنوا اهدوا 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 يا مجانين. شوي 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 كله يركز. اجتماع 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 اجتماع. تعال تعال تعال. عم شو علي يا زيف فلت الصوص؟ سيب الهاي يا زلمه. طيب جايز، الطريقه الوحيده نفوز نعمل فرق. انا حاب اكون مسؤول عن الخشب لانه انا بعرف استخدمها، لانه سويت ببيتزا قبل. انا مسؤول عن الصوص. مين باخذ الاكل بوديه للزباين؟ انا انا مهدي. انت فايز، مسؤول انك تساعد ابو شعله انك تعجل البيتزا. اسمع انا القرصون، انا القرصون خلص. ايوه روح روح انقل. ايوه يلا يلا. اول شيء بدنا صوص. استنى وين العجين؟ ثواني ثواني. فايز اعجل اعجل فايز اعجل. بدور على عجين اصلا. شو بدنا شو بدنا طلبات؟ بدنا بيتزا موزاريلا وبيتزا ديافولا. طيب ابو الرب تاخذ هاي العجينه. يلا روح. اوكي دخلتها. يلا يا اخوان قدها يا اخوان. هي حطيت صوص. لا وقع الصوص على الارض. خلاص وقعت كل الصوص على الارض يا اخوان. دابت 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 مش عارف اطلعها. لا طلعتها 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 طلعتها. ابو الرب لا ابعد وقعها على الارض. ليش خدت مني؟ بالغلط بالغلط والله. خلاص طلع غبي. ليه ما حطيت على الصحن؟ ليه ما حطيت على الصحن؟ خدها 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 خدها. يلا حط على صيت. ابو الرب 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 استنى في في بيتزا على الارض. خدها بس اول. هاي 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 حطها على الطاولة. ايوه ثانك يو. خلاص ايوه ايوه. يلا قرصون خدها يا قرصون. يلا 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 مهدي يلا. ولك سيب موزاريلا ولا فايز. ولا يا حقير. مين اللي بده اياها يا حرامي؟ ولك ابعد. ما دخلك. اخذها طلع. ما دخلك. اي خد اخوي. هاي هاي اول كاستمر سعيد. شو بتسوي قاعد ابو رب؟ شو بتسوي قاعد؟ استنى شوي. طلبت طلبت طلبيه. ها طلبها. استنى هاي تعال تعال تعال. هاي بدها بدها بيبروني عليها. تعال وينك حطها.
وطلع ببروني. يلا 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 وديها. يلا هات ولك يا فايز. طب يا مهدي ابعد ابعد، مش هتاخذ التب. اشتغل شغلك، حل عني يا زلمة. هات ولا لا والله. اخذها فلوس. نايس. اسمع هاي انا هاخذها، انا هاخذ هاي اسويها لانه ما لقيش بندوره. اعتبرها هاي هاي الصحون قدامكم يا اخوان، بس انتم خلصوا وحطوا. هاخذ. اعطيني. يلا هاي هاي هي الطلبية. شو هاي؟ This isn't what I ordered. يا اخوان بدنا بيتزا بروسكيوتو. يا لا تحاول تتهجع انت، بس كل شيء حيكون منيح. يا اخوان الصوص فاضي. بدنا بيتزا مع موزاريلا تشيز وبابروني. يا شيف رمزي اهدى شوي، ما عندناش صوص. يلا يا زلمة انتاجكم فاشل. مهدي مهدي تعال هي سويت خبز فاضي، تعال تصبرهم. الله يخزيك يا زلمة. حط عليها ببروني. صار عليها ببروني. ايها الله. This isn't what I ordered. يا زلمة قال تخزينه ما قال تخزينه يا زلمة. شو هالك شو هالمدلعين؟ ولك طلب بيتزا، اعطينا خبز مع ببروني. شو اللي زعل؟ ما حدش يلمس الصوص، انا اللي بلمسه بس. شو بتحكي قاعد؟ ابو الروب كانك حطيت عجين فاضي جوا. يعني مصبر مصبر جارليك بريد اخوي. يلا يلا هيا 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 في صوص. شوي شوي على الصوص، دير بالك على الصوص، دير بالك على الصوص. حط لك اشي يا فايز، حط لك اشي على الخبز. حط حط ايوه حط ايوه. الصوص الصوص بالله انا اسبك. يا الله العشوائيه. تفضل كل. اعطانا صفر. والله انه معفن. انت اللي معفن اللي مش عم تقبل اي اوردر صح. تعال تعال ابو روب ابو روب ابو روب، هيني عملت بيتزا هون زي العسل. تعال طلع طلع، حطيت عليها تركي وبيكن كل شيء. هاي بدنا بيتزا بروسكيتو. خد يا مهدي هاي خبزه بالبندوره. روح يا الله. محمره. عملت باكل فليب. وقعت وقعت على الارض، وقعت على الارض. احمد وينها وينها بسرعه. هاي على الارض. هاي ايه ابو روب ابو روب، خليها هاي، خلينا نحط عليها جبنه بس. حط 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 تعال. ها هاي هذا يمكن تعجبه. مش مطبوخة يا حمار. يا اخي فيش اوردر عم نوديه صح، مش عم نكسب مصاري، عم نوزع بيتزا ببلاش. اي بيتزا يا زلمة؟ بكل اللي بعطيك خبز بندورة. روح هاي يا جماعة. ما في جبنة؟ في جبنة ولا ما في؟ يلا اعترفوا فيش جبن. طب انا حابلش انا حابلش اخبز. عاجبك مش عاجبك يا ابني ابعد. الله اكبر يا الله على الفشل اللي فيكم يا زلمه. بس والله حلو هاي، نعمل له 63 مليون. شباب انا شايف انه عم يتحسن، احنا بنقدر نفوز، احنا عم نكون اغبياء والله. في من واحد بيخبز، واحد جرسون، واحد سبلايز. ما ضل بنحكي فيه. صح صح صح. مين مسؤول السبلايز؟ فايز. فايز اه، انت بتشوف شو بنقص بتجيبه، بس بتجيبه، بتاخذ الكرتون بتجيبه بس. تمام بس هيك. ابو شو انت بتعمل بيتزا، انا بخبز، مهدي انت بيجي على الصحن تاخده بس بترجع بتجدد تجدد الصحن بس. اوكي بعطيكم الاوردرز. يلا ابلشوا. ما حد يقرب على منطقتي. احمد خذ الاوردر الصح لو سمحت. فايز بتحط البوكس هون، هون طلع، بتحط البوكس هون محل ما لعب نط. اوكي هون. هاي اول اوردرين، صوص وموزاريلا بس. بس حط لها موزاريلا ابو شعله. واحده موزاريلا وواحده بروسكيتو. بروسكيتو اللي بتيجي هاي الموزاريلا مع والتشيز. زهري. هاي هاي زهري وهي موزاريلا. امسك بس. طيب والثاني موزاريلا بس. امسك خد. اسمع مهدي تسوي تفرش لنا الصحون بس. يلا يلا بدنا عجينه. يلا هسه بطلب انا اللي بطلب. هاي بروسكيتو. ها اعطينا البروسكيتو. متاكد من الاوردر؟ اميزنج. وهاي موزاريلا. روح مارغريتا. هاي موزاريلا تفضلي. فانتاستيك. كميه التعاون رائعه، كميه التعاون رائعه. جايز كملوا. ليتس جو. في تحسن. اسمع بدي احط هاي بس بعدها احطها هون بس. اه بدنا بيتزا اللي بتيجي مع بابروني وموزاريلا تشيز. بابروني وموزاريلا تشيز. هاي بابروني. حط موزاريلا. هاي بدنا ناقصنا موزاريلا وبابروني. يلا روح فايز. فايز انطلق.
موزاريلا بابيروني. تانية بدنا الموزاريلا تشيز والإيش الوردي. هاي 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 بيتزا هاي بيتزا هذا. في هاي بابيروني. Let's go. عمي قرب نفوز المرحلة والله قرب نفوز المرحلة. فانت انتين موزاريلا بس. انتين موزاريلا يلا. يلا خده بالروب. روح كبير. بدي صوص بدي صوص. وهاي موزاريلا. ما معنا مصاري. عادي عادي موزاريلا هدول. هدول آخر تنتين هدول آخر تنتين. إسا هاي موزاريلا جاهزة. يلا. هاي موزاريلا تفضل التالي. موزاريلا. وين الثانية؟ أيوة. هاي موزاريلا كمان تفضلوا. Let's go. خلصنا. والله منيح. خلصنا ليفل 4. والله فزنا. إذا ما بدكم كمان هاللعبة اكتبوا لها في تعليق ولا تنسوا تشتركوا. شوفكم باي.